مغرور. طلاب معهد التقني الموصل جينا من جانب اليمنيين على مود الامتحانات، عندنا امتحانات يمكن تكميليه مال عام 2013 2014، بس شوي دا نلاقي صعوبات يعني على مود نعبر من جانب اليمن اللي جاي، يعني شوي بالسيطرات دا نتاخر، وهذا شوي يعني سبب لنا يعني شوي نقول تاخر. تعرف احنا صار 3 سنين احنا قاعدين يعني لحد الان ما دا ناخذ الوقت الكافي على مود الدراسه على مود الامتحانات، ما دا الحكاية المشكله. موضوع الامتحانات يعني الحمد لله يجيبون اسئله وكذا وهاي والاسئله الحمد لله هم شوية مساعدين طلابية، بس ظل مسألة النقل ومسألة انه اكو طلاب بعدها ما متحررة، يعني اكو طلاب معانا بالنسبة لها صار لها يومين من هي متحررة، فاجت مباشرة للامتحان، تعرف هذا وضعه يعني بعد ما متهيئ الدراسة، رغم انه شلون؟ ما متهيئ الامتحانات يعني رغم انه تعرف انت اللي صار بينا يعني القصر صعوبات بالطريق مو طبيعية، يعني دبونا بالسيطرة غادي من السيطرة اللي هنا احنا ندقها مشي جايين من الايمن، احنا من الايمن اللي هنا والحمد لله على كل حال، ودعواتنا ان شاء الله ربعنا واصدقائنا في الجانب الايمن اتمنى لهم انهم يتحررون يكملون دراستهم وشكرا. والله المعاناة الطريق والمكان شوية مسافة بعيد، احنا جايين من جانب الايمن جايين لي انا يعني شوية معاناتنا صعبة، وطريقنا تعرف من الايمن لليسار نواجه صعوبة حيث كثيرة، من الساعة 6 الصبح للساعة 6 بالليل على ما نصل، والطريق ازدحامات امتحانات والله زين، والموقع الاصلي وهسه دراستنا يقولون دراسة يعني انا راح ندرس ببرطلة، فالمسافة شوية بعيد، احنا نريد فكي يفتحون الجامعات نرجع للجامعة راح نداوم. وشكرا لقناة الموصلية على هذه الجهود اللي هي جاية متابعنا، هي قناة السباقة لكل شيء ويانا ويا الطلاب ويا كل شيء، شكرا لكم. المعهد التقني الموصل يقوم بإجراء امتحانات الدور التكميلي الثاني الدور الأول في مدرسة بطلة للبنين، طبعا هذا الامتحان الثالث في بطلة والامتحانات تجري بصورة جيدة. المشكلة الوحيدة الطلبة يعانون من الأمور المادية فقط والتدريسيين، يرجى إكمال التصاريح الأمنية للتدريسيين لغرض تمشية أمورهم. امتحانات تجري بسيابية وسلاسة، والله إن شاء الله نقوم بالدور. ما صعوبات الطلبة شوية تعاني من النقل الوصول إلى برطلة، طالب مثقل يعني يحتاج مبالغ للنقل، فان شاء الله الامتحانات التقنيه المقبله نتمنى ان تجري داخل موقع الموصل. نشكر قناة الموصلية لأنها سباقة في نقل الحدث ونقل امتحانات الطلبة ومعاناة الطلبة في جامعة الموصل والمعهد التقني. الأسئلة بها نوع من الصعوبة، نشكر الأساتذة لمساعدتهم ومجيئهم إلى ومراقبة الطلبة، ونشكرهم على تقديم كافة المستلزمات للامتحان. شكرا. مستعد إن شاء الله. نوعا ما من الصعوبات لأن لا تتوفر لدينا المناهج الدراسية والكتب والمستلزمات لأداء الامتحان. هذا الامتحان الرابع. اليوم إن شاء الله الامتحان النهائي. والله بس الظروف صعبة شوية، يعني ما الطالب يتعب عن ما يصل برطلة وعن ما يجي ليهين. نتمنى يحولون الامتحانات بالجامعة أو بالمعهد لأن أكو بنايات صالحة للامتحانات وقابلة للدوام.
والله احنا تقريبا خلصنا بس باقي الطلبة بعد لها امتحانات.